أخبار اليوم. بنرحب بيكي وبنقول لك الف مبروك على قدرات غير عاديه، وكنا عايزين نعرف ايه القدرات الغير عاديه اللي هتقدميها. اللي ايه؟ هقدمها كتير قوي على فكره، بس هي القدرات الغير عاديه عند فيلم استاذ داوود مختلفه عن القدرات غير عاديه اللي احنا هنشوفها ظاهريا. الفكره عند استاذ داوود اعمق من كنا نتكلم عن القدرات غير العاديه اللي هي موجوده عند البشر، لكن هي بتتكلم عن الاراده. كلمه الاراده، انك لو عندك اراده او عندك اصرار على حاجه ممكن يبقى عندك قدرات غير عاديه. مش شرط قدرات غير عاديه ان احنا بنتكلم على الاستدعاء او لا، حتى الاراده في حد ذاتها ممكن تخلي عندك قدره جسمانيه على حاجات، لان احنا بنقول ان القدرات غير عاديه دي هي اراده داخليه، احيانا بتظهر واحيانا بتختفي على حسب احتياج البني ادم ليها. وانا شايفه ان الفيلم الرساله اللي جوه اعمق بكتير من ان احنا نتكلم عن القدرات الغير عاديه. بعد مشاركته في مهرجان دبي والنجاح اللي حققه هناك وكان الارشكم ليه، ف متوقعه ان هو يحقق ايه في السينمات؟ السينما المصريه انا متوقعه انه يحقق نجاح على فكره، وخصوصا بعد ما شفت في العيد اللي فات تجربه فيلم الفيل الازرق، وبالرغم ان الفيلم برده ما هواش بيعتبر الفيلم التجاري زي ما احنا بنقول، بس الفيلم حقق نجاح. فانا متوقعه ان الشعب او الجمهور عنده تعطش لنوعيه مختلفه للسينما، خصوصا ان احنا داخلين على مرحله من الافلام الجيده جدا على فكره، نازله فيلم نواره، نازل فيلم ليله كبيره اللي نزل، فيلم من ظهر الراجل، دي كلها نوعيه جديده على السينما المصريه. اعتقد انها هتعمل تغيير في المشاهده، لان كمان الجمهور متعطش لهذه النوعيه لانها غايبه عنه بقى كتير. فبالعكس اللي شفته بره، لما تروح سينمات في الجزائر تلاقي اقبال على الفيلم، وفي تونس تلاقي اقبال على الفيلم، ما اعتقدش ان الجمهور المصري هيكون اقل اقبال من الجماهير الدول الاخرى خالص يعني.